السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسلامة ان شاء الله. النهاردة انا قررت كده، انا كنت جايب ساعة جي شوك، كنت بنضفها عشان كان فيها تراب، وكان فيها يعني تراب على بعرق فبيقلب بطينة كده، فبيلزق ما بين التنايات كده في الجي شوك. فقلت ان انا انضف يعني الساعة كويس، وان انا يعني اخلي الساعة بشكلها كويس. فبصراحة كان جاي لي كذا كومنت ان انا ازاي انظف الساعات الجي شوك، وازاي ان انا اخليها نظيفة يعني. فانا دلوقتي قررت ان انا انظف ساعة جي شوك ولايف، وان انا اوريك انت بتنظف ازاي وكل حاجة، وان شاء الله ان شاء الله يكون فيديو لطيف وسريع ان شاء الله وتستفيد منه. قبل ما نروح للفيديو، اتمنى بس حضرتك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. احنا مش بنتكلم عن الساعات بس، احنا بنتكلم عن الرياضه، بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن البرامج، بنتكلم عن اي حاجه، بنتكلم عن المعلومات العامه. فاتمنى تشاركني في القناه، واتمنى حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناه. شكرا جدا ليكم، ويلا نروح على الفيديو اتفرج عليه. ما دام الامر بيتعلق بالجي شوك و 4 ساعات جي شوك جي اي 100، ثواني كده تبقى جي اي 100، جي اي 100 لون تاني مختلف، جي اي 400 و جي اي 1000. جي اي 1000 ازاي بقى نغسلهم؟ نفتح المايه الجميله كده. ما دام الامر بيتعلق بالجي شوك فانت ما تقلقش، الساعه دي حيوانه وبتستحمل اي حاجه. تعالى بص بقى كده، بص شايفين دي الفرشة؟ دي اختراع يا جماعة، الفرشة دي جبتها من السوبر ماركت، جامدة جدا. بص انا بسقطها كده في شوية بتاع ده كده، في شوية صابون سايل، واجي عند الجي شوك اهو. تعالوا بقى كده هعمل لكم مطبخ استرشاجي، مطبخ استرشاجي اهو. ازاي يا جماعة تطبخوا، ازاي تنضفوا الساعة جي شوك اهو. بصوا يعني دلع، مش عايز اقول لكم انا بفرك الساعة. بصوا انا بخلي الساعة كده على الارض اهو، بفرد دي كده كأني بنضف سمكة. ايوه والله كأني بنضف سمكة اهو. افرد دي كمان عشان ساعات العرق بيلزق فيها، الوساخة، الطينة، وهكذا اهي. ومرة شغل الساعة دي، بص اهو، بص اهو. اللي يقول لك الازاز بيتجرح، الازاز ما بيتجرحش. الفرشة دي قوية والفرشة دي بتستحمل، الازاز ده قوي جدا، الازاز ده مينرال جلاس، حاجة كده بنت ناس قوي يعني، مش زي الازاز اللي في الساعات الوحشة او الساعات اللي هي مش نظيفة، او الساعات اللي هي الكوبي، الكوبي الرديء، في كوبي بيبقى نظيف. دي بصوا اهي، بصوا الساعة كأني والله العظيم كأني بنضف سجادة. بصوا اهو، بعد كده ناخدها فمين كده غسيل اهو. اهو كده الساعة الأول اتحط هنا كده أهو. ثواني بس ننزل بس كده. انتوا هنا بتعملوا ايه؟ هنا طريقة عمل، طريقة تنظيف الجي شوك ده كده، عملوها هاشتاج اهو. ادي أول واحدة، تاني واحدة جي اي 100، جي اي 100 اهي، اهي برضو نفس النظام، والله العظيم ما بغير أي حاجة اهي. ونرجع كده لورا كده شوية، وناخد كده السمكية اللي قدام كده، ونقعد ننضف اهو بالظبط كانكم بتنضفوا سمكه اهي. انا قلت لكم بقى ايه، انا قلت بقى ما اعمل الفيديو ده عشان كان في ساعه جي شوك كانت مدربه، فقلت بقى ما اعمل لكم الفيديو ده ايه على ال4 ساعات جي شوك ازاي تنضف اهو. او لو انت عندك سفنجه زي السفنجات الضخمه دي اللي هي اللي اسمها كوتشي برايد، دي اسمها ايه، كوتشي اسمها حاجه برايد كده يعني، مش فاكر اسمها ايه، اسمها كوتشي برايد او سكوتشي برايد، سكوتشي برايد اسمها، سكوتشي برايد. بس ما تمشيش باللي بتخربش، ما تمشيش بيه، دي لا لا لا، دي امشي بدي، ودي جامده جدا. او فرشه مواعين اللي هي ليفه مواعين اهي، اهو يا معلم. والظهر اهو، جي شوك حلاوتها ان انت مهما تنزل بيها ميه، تستحمى بيها، تنزل المحيط، الساعه دي بتاعه شغل يا جماعه وشغال 24 ساعه اهي. تعالى بقى كده تاني ونغسلها. اهي. وشغالة اهي زي الفل، دي كده التانية.
تالت جي اي 400، من اكبر من ساعات الجي شوك الكبيره على فكره، ساعه كبيره وحلوه على فكره. اهي برضو نعمل نفس النظام، اهلا بكم في مطبخ السرشجي اهو. البتاعه دي حلاوتها ان الفرش الصغيره دي بتخش ما بين التنايات، يعني بصوا الحتت الصغيره اللي هنا دي كده، دي ودي، دي تنايات صغيره بيخش فيها التراب والعرق، دي بقى بتخش فيهم ايه، تفرتكهم اهي. وهي كمان زي الفل. ولا تقول لي بقى، بصراحه مش هكدب عليكم، انا كنت محضر فرشه سنان بس لقيت دي، فدي افضل، دي افضل بكتير. فرشه السنان حنينه ما بتعملش حاجه اهي. ده التالت اهو، التالت والرابع جي اي 100، برضو نعمل نفس النظام ده كده. انا عشاق جي شوك يا جماعه، عشاق جي. انتوا يا جماعه لو تسمعوا صوت الخربشه بتاعت البتاع دي، ده انا اقسم بالله، اقسم بالله انا بحرت في الساعه. بصوا اهو، بص كانكم بتنضفوا سمكه بالظبط. تجيب السمكه كده تقعد ايه تنضف، ايه تنضفها وتشيل بقى ايه القشر اللي عليها اهو، اهو كده بالظبط. دي بتخش في كل حته اهي، بس كده تعالى بس كده اهي وننضف كده. اهلا بكم في ساعات الجي شوك الجميله اهي، واهي واهي. استنى بس ناخد لها كده صوره عشان دي تبقى صوره الفيديو. ثانيه بس كده. عشان دي هتبقى صوره الفيديو. انا بحاول ادي عليها شويه ميه عشان تبقى دي صورة الفيديو اهي. بس كده، وادي الرابعه اهي. واروح ايه بقى منشفهم في فوطه بس كده، وزي الفل. يقول لك بقى هات تنظيف، هات معرفش ايه، هات هات هات. جي شوك يا جماعه ساعه فعلا فعلا تخش في الحيط ولا يحصل لها اي حاجه. جي شوك قوية جدا 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 فوق ما تتخيلوا. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو بعد ما طلعتهم من المية. لحظة بس كده عشان معايا ايه البلاور، فلو ينفع توطوا الصوت بتاع الموبايل عشان تلاقوا صوت عالي. شكرا جدا ليكم، شكرا جدا.